بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الطهري وأهل بيته الطيبين الطاهرين. المشاهدين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري منارة الأحكام. هذا البرنامج الذي نسعى فيه جاهدين إلى أن نسلط الضوء على أهم المسائل الشرعية التي تكون موضع ابتلاء في حياة الإنسان المسلم. كما يشرفنا ويسعدنا ويطيب لنا أن يكون ضيفنا الدائم في هذه الحلقات الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ هاني البناء. فأهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ وحياكم الله. أهلا وسهلا بكم وبمشاهدينا الكرام، حياكم الله جميعا. حياكم الله سماحة الشيخ. لا زال الحديث في باب مهم من الباب الذي له أكثر من بعد شرعي واجتماعي وأخلاقي، وباب العفة. تناولنا فيه الكثير من الموضوعات المهمة التي تمس الواقع حقيقة. وصل بنا الحديث في الحلقة السابقة حول الآثار السلبية للزنا والعياذ بالله. تحدثتم عن آثاره وسلبياته وانعكاساته السلبية على الفرد والمجتمع وعلى الأسرة بشكل عام. الآن سماحة الشيخ نبدأ هذه الحلقة بسؤال أيضا في هذا الموضوع، في الزنا. هل الزنا مستوى واحد من جهة القبح والإثم، أم للزنا مستويات؟ أحيانا يكون شديد القبح ومتوسط القبح وإثمه كبير وما إلى ذلك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحقيقة أن الذنوب قد يقارنها ما يزيد قبحها. نعم. فالغيبة قبيحة، لكن أن تغتاب من له فضل عليك يجتمع عنوان آخر ونكران الجميل. أن تغتاب في المسجد في موضع يراد أن يكون موضع طاعة، هذا يزداد قبحا. فالمعصية بمقارنات خارجة عن نفس المعصية قد تزداد قبحا. نعم. ولكن بعض المعاصي هي مستويات، هي إثمها متفاوت. فمثلا بالنسبة للزنا، أعاذنا الله منه، تارة نتكلم عن زنا غير المحصن، يعني الشخص الغير متزوج الذي بتعبير آخر ليس له المجال الصحيح الشرعي الذي به يشبع شهوته، زوجه زواجا دائما يغدو عليها ويروح، ما متوفر. هذا مستوى من الزنا، وهذا ليس طبعا تقليل لقبحه، إنما نريد أن نقول هذا قبيح وهناك ما هو أقبح منه. ما هو أقبح هو زنا المحصن الذي لديه ما يشبع به شهوته ويتخلص من ضغط الغريزة، ومع ذلك نجده يتمرد على ربه ويقع في الذنب. طبعا لا إشكال أن زنا المحصن أشد وأقبح من زنا غير المحصن. حتى على مستوى العقوبة، وهذا شيء لابد بيانه، أن الإسلام عنده عقوبات. كل قانون سماوي أو وضعي لا يمكن أن يطبق دون أن تكون هناك أمور رادعة عن التمرد على القانون. الإسلام عنده حدود وعنده تعزيرات. الحد هو عقوبة محددة في الفقه، والتعزير هو عقوبة تترك للحاكم الشرعي يقرر المناسب. بالنسبة لباب العفة، هناك عقوبات تمثل حدودا وهناك تعزيرات. بالنسبة لنا في هذا البرنامج لن نتطرق إلى الحدود، لأنها هناك يعني من الفقهاء من يرى أنه لا يقوم بها إلا المعصوم، وهناك من يعطي الفقيه الجامع للشرائط صلاحية، إلا أننا في الواقع الخارجي ليس متاح أن تقام هذه الحدود. لا نريد أن نتكلم عنها، لكن نريد أن نقول حتى العقوبة التي هي الحدود تختلف
المحصن عقوبة أشد من غير المحصن، وهذا أمر عقلائي أيضا، حتى لو أغفلنا النصوص هو أمر عقلائي. دعني في البداية أتكلم عن بعض الروايات التي تكلمت عن الزنا في نفسه حتى من غير المحصن، نعيش قبحة شوي. الرواية الأولى عن إمامنا الصادق: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته في رحم يحرم عليه. هذه النطفة بداية تشكل جنين. الولد الذي سيؤتى بالزنا يؤتى به بالزنا، نتوقع أن يكون عنده في الحالات الطبيعية أن يعيش شعورا بالنقص والقصور والفضيحة، وهناك مضاعفات لذلك على مستوى السلوك، فقد يكون أرضية خصبة للمعصية. ليس كل ابن زنا عاصي، لكن قد يكون النطفة انعقدت والأب والأم يستشعران الذنب لأنها انعقدت بالزنا، فتكون هناك أرضية لأن ينحرف الولد. هذه الممارسة تتسبب في التأثير على إنسان آخر، لهذا الرواية تقول أشد الناس عذابا. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما. طبعا الروايتين اللتين قرأتهما لا تتكلمان عن أصل الزنا، لأن الزنا قد يحصل دون إفراغ الماء في داخل الرحم، وهو زنا ومحرم وفيه إثم، لكن كأنما الإفراغ أيضا هو بداية لجريمة أخرى سوف تتسبب في مضاعفات سلبية على المجتمع، كل المجتمع. روايات أخرى لا بأس أقرأ رواية، لأننا في الحقيقة نريد أن نشير لنقطة، أن الزنا كان في زمن النص أمر مستقبح، يتبرأ منه من يقع فيه، يتبرأ منه لا يتظاهر. والإسلام وظف قبح الزنا للردع، فمثلا في مسألة الربا، درهم ربا أشد من كذا زنوة، يعني يريد أن يخلق حالة من النفور من الربا واستقباحها في الأنفس من خلال بيان أنه أشد قبحا من الزنا الذي ترونه أنتم قبيحا. في مثل زماننا بات الزنا في كثير من البلدان معترف به رسميا كمهنة وكدعم لاقتصاد بعض البلدان، والمشكلة أن الاستيحاش من الزنا بات يتراجع، واستقباح هذه الجريمة وهذا الذنب بات يخف في قلوب الكثير. لهذا قد نحتاج أن نقرأ بعض الروايات التي تعيد القبح لهذه الجريمة. من هذه الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحا منتنة، يعني ريح نتنة الرائحة، يتأذى بها أهل الجمع، حتى إذا همت أن تمسك بأنفاس الناس فإذا هم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا. الآن الكل يستشعر بقذارة هذه الجريمة في يوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم تتكشف فيه الأمور، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فنرى قبح المعصية. وقد آذتنا وبلغت منا كل مبلغ، من يدري هذه شنو؟ قال: ثم يقال: هذه ريح فروج الزنات الذين لقوا الله بالزنا ثم لم يتوبوا معذرة ثم لم يتوبوا فلعنوهم لعنهم الله، فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال: اللهم لعن الزنات. يعني المسألة يستشعر قبحها كل أهل الجمع أهل القيامة. إذن علينا أن نستقبح هذه الجريمة وهذا الذنب. هذا غير المحصن. ثم هناك زنا المحصن وقد أشرت إليه، وهناك زنا بذات بعل، وهذا للأسف بات يتحقق هنا وهناك. زميل عمل، زميل دراسة، صداقة بالتواصل بوسائل التواصل ما شكل ذلك، تع
تقع المرأة وهي متزوجة في جريمة الزنا. الآن قبل قليل نتكلم عن زاني محصن، لكن الآن نتكلم عن أيأتي رجل ويزني بحليلة جاري أو حليلة شخص آخر. عن أمير المؤمنين عليه السلام: ألا أخبركم بأكبر الزنا؟ يعني الزنا مستويات، سأشير لكم أكبر ما يمكن أن يتصور من الزنا. قالوا: بلى. قال: هي امرأة توطئ فراش زوجها، تجيب شخص آخر في غياب زوجها على فراشه فتأتي بولد. طبعا هذا الاحتمال الأول في تفسير الرواية. الاحتمال الثاني: لا، هي فراش لزوجها وتمهد هذا الأمر لغير زوجها، يعني تزني ولو خارج البيت، وبالتالي قد تأتي بولد. هذا الولد الزوج لا يدري أنها زنت، فينسبه لنفسه، وبالتالي يأكل مالهم، ينفق عليه ويرثه، يرث أباه وهو ليس بأبيه، في الظاهر هو والده، ويطلع على نسائهم، هذه ليست عمته وهذه ليست جدته، وقد يكون عنده أخوة أخوات من أبي، هذا ليس أبوه حتى تكون هذه خواته. فانظر ماذا تقول الرواية: فتأتي بولد من غيره، فتلزمه زوجها بحسب الظاهر ولده، الولد للفراش. فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم. فهذا واضح أن الجريمة صار لها مضاعفات، فتحولت إلى جرائم زنا وخداع الزوج وخيانة الزوج ومجيء ولد ينفق عليه الزوج ليس بولده، كذلك اطلاع على عوراتهم وإرثه في تركتهم، كل هذا سببه هذا الفجور، هذا الزنا الذي حصل. فهذا أيضا من الزنا الشديد. من الزنا الشديد الاغتصاب. قد تكون جريمة الزنا بتوافق وتراضي الطرفين، وهذه جريمة من الطرفين، وقد لا، يكون طرف يكره الآخر، القوي منهما يكره الضعيف فيأخذ وزره ووزر الآخر. عن إمامنا الصادق عليه السلام: إذا زنى الرجل بذات محرم حد الزاني. وفي أن تكمية الرواية: إلا أنه أعظم ذنبا. طبعا في روايات وفي فقهاء يرون حده شديد غير حد الزاني العادي، لكن الكلام عن أن ذنبه أكبر من ذنب من يزني بالتوافق مع المزني بها. عندنا الخامس، طبعا ذكرنا أربعة: زنا غير محصن وزنا المحصن وزنا بذات بعض والاغتصاب، والأخير زنا المحارم. وهذا أمر لا يخطر في بال في بعض الأزمان، لكن بتنا اليوم يروج إلى الدياثة للأسف، ويروج إلى زنا المحارم، وتجد أن هناك انتشار للترويج للتحرش بالأخوات أو الأمهات أو الخالات أو بنات الأخ أو بنات الأخت. هذا أيضا يعني يكون ذنبا مضاعفا، ليس كذنب الزنا العادي بامرأة أجنبية. طبعا هناك بعض الأحكام الفقهية المرتبطة ببعض الزنا، مثلا من زنى بذات بعض وهذا يحصل، ثم يكتشف زوجها أو لا يكتشف، هي الآن لا تريد زوجها، تريد هذا الذي زنى بها، فتطالب زوجها بالطلاق، أو يطلع الزوج على ما جرى بين زوجته وعشيقها فيطلقها. الآن يأتي السؤال من قبل الذي يريد أن يتزوج بها: هل يجوز أن أتزوج بها أو لا يجوز؟ هي الآن طلقت أو مات زوجها، إما طلقها فانتهت العلاقة بينهما أو مات زوجها، وأنا أحبها وأعشقها وأريدها وهي موافقة. مشهور علماء الشيعة على أن من زنى بذات بعل حرمت عليه إلى يوم القيامة، يعني ما في مجال يتزوجها أبدا. وهناك رأي يحتاط كالسيد الخوئي، طبعا السيد الإمام الخميني والسيد الخامنئي يقولان تحرم عليه مؤبدا، خلاص فتوى محسومة ما في زواج. وهناك من توقف في المسألة ولجأ إلى الاحتياط كالسيدين الخوئي والسيد السستاني،
حرم احتياطا أن يتزوج الزاني بمن زنى بها إذا كانت ذات بعل ثم انفصلت عن بعلها. وهناك من جوز كالشيخ الفياض، فالمسألة فتوى بالحرمة الأبدية، احتياط وجوب بالحرمة الأبدية، فتوى بالجواز. القائلين بالجواز قلة. الآن بعض الناس يقول أنا أريد مخرج، أنا أقول له لا أنصح بالمخرج، كيف أعطيك مخرجا؟ وأنا أعتقد بأن أكثر علماء الطائفة يرون أنك لا تصبح زوجها بالعقد، محرم عليك أبدا. أنا لا أبارك مخالفة رأي المشهور في الأعراض، على أن بعض التجارب التي طلعت عليها تزوجها فطلقها، تقول تزنيت بها وقلت بقلد فقيه يجوز والآن تزوجتها وش اللي صار؟ نكتشف بعدين أنها كانت جميلة في عينه وهي تراه جميلا في عينها لما كان بالحرام، لأن الشيطان يجمل الحرام، فلما صارت بالحلال وصار حلالها صارت النفرة. كما أنه يقول خانت من قبلي قد تخونني، فنجد أن حصلت حالات الطلاق سريعا. كنصيحة لا أنصح في الفروج أن نخالف الاحتياط إذا كان هذا رأي المشهور. واحد يقول لك أنا أقلد السيد السيستاني برجع لفقيه يجوز كالشيخ الفياض، ولا إذا كنت ترى أن السيد هو الأعلم ومن بعده الشيخ الفياض فيجوز في هذه الحالة، وإن كنا لا ننصح، لأن كنصيحة نحث على الاحتياط، ولكن كواحد معتقد بعلمية الشيخ الفياض بعد السيد السيستاني يكون هذا حله، لا ننصح ونحذر الناس من الوقوع في هذه الجريمة. وهذا أمر تجتمع فيه عدة عناوين مقبحة له. هذا طبعا مسألة فقهية. مسألة فقهية أخرى أن إذا شخص زنى بامرأة غير متزوجة، واحد شاب عشق لابنية وارتكب معها الفاحشة، كثير من المجتمعات يقولون خليه يصلح غلطة. كيف يصلح غلطة؟ يتزوج. هذا كلام، هل هو كلام شرعي أو كلام الناس أوجدته؟ ليس كلاما شرعيا. يعني من زنى بامرأة هي بكر والآن أذهب بكارتها بالزنا، هو تصحيح الغلط من هو منها والزواج؟ هذا ليس أمر صحيحا. تصحيح الغلط هو التوبة، يتوب هو وتتوب هي. إذا رغب في الزواج، السيد السيستاني الله يحفظه يقول الأحوط وجوبا لمن زنى بامرأة أن لا يتزوجها، مو ذات بعل، الآن نتكلم عن غير ذات البعل، أن لا يتزوجها إلا إذا تاب، هو يتوب هي تتوب. فعندنا مشكلة أن بعض الناس زنى بها قالوا زوجوهم صلح غلطة. أولا لازم يتوبون، والتوبة إيه مدام السيستاني الله يحفظه السيد السيستاني قال لازم يتوبون، من توب حق نتزوج؟ التوبة مو رغبة لأجل الزواج، التوبة ندم على الوقوع في الذنب، فيحصل لهما ندم من وقوعهما في جريمة الزنا، وهذا الندم يعصمهما من التكرار، بنحو لو قيل لهما ترى في فرصة تزنون ما حد يدري، يقولون لا احنا تبنا ما نريد نقع في الجريمة من جديد. فإذا تاب جاز له أن يتزوج بها، إذا لم تحصل التوبة فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجها. هذه خلاصة الكلام عن مستويات الزنا. نعم أحسنتم سماحة الشيخ، حقيقة تناولتم العديد من المستويات التي تستحق النقاش وتستحق التوسع، ولكن ذكرتم مستوى من المستويات يفتح لنا بابا حساسا وهو الزنا بذات البعل، ونسمع الآن في كثير من الوسائل الإعلامية بما يسمى بالخيانة الزوجية وهو موضوع حساس، ونريد أن نخوض ونفصل في هذا العنوان بالذات، ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد قليل، كونوا معنا. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
عليكم أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم في هذه الحلقة من برنامجكم منارة الأحكام، وموضوعنا حول العفة. سماحة الشيخ، قبل الفاصل ذكرتم مستويات للزنا، ومن هذه المستويات مستوى الزنا بذات البعل، وهذا العنوان يفتح لنا بابا آخر للمناقشة، وهو الخيانة الزوجية. هذا العنوان نسمعه كثيرا خصوصا في الإعلام المعاصر. حبذا سماحة الشيخ لو أولا نعرف ما هي الخيانة الزوجية شرعا. أولا، هل عندنا في الأبحاث الفقهية عنوان الخيانة الزوجية؟ عندنا عناوين أخرى هي مصاديق لما يسمى اليوم بالخيانة الزوجية. الخيانة الزوجية هي كل علاقة غير مشروعة، بين قوسين غير مشروعة، لأن في الخارج هناك في الحقيقة تطبيق لهذا العنوان على ما ليس بخيانة. مثلا زوج متزوج بامرأة فتزوج بأخرى، فتقول له هذه خيانة، أنا أم عيالك، أنت خنت الأمانة، أنت خنتني. الزواج الثاني إذا حل له الإسلام، هل من الصحيح أن نقول خيانة؟ هل يعقل أن الله يحلل الخيانة؟ طبعا لا. فنحن نتكلم عن المعنى الصحيح. الخيانة الزوجية هي كل علاقة بين الزوجة وغير زوجها من الرجال، أو بين الزوج وغير زوجته من النساء، علاقة غير مشروعة، غير مشروعة. زميلة في العمل بينهما تمام أحكام العفة، ما عنده نظرة محرمة، ما هذه علاقة لا يحرمها الشرع حتى نقول غير مشروعة. فإذا العلاقة بين أحد الزوجين وأجنبي من غير جنسه، إذا هو الرجل أنثى، إذا هي المرأة ذكر، علاقة مع ذكر، غير مشروعة ولها مستويات. قد تكون خلوة محرمة، قد تكون خلطة اختلاط مع البنات، يعني مو واحدة حتى نقول خلوة، قد تكون نظرة محرمة، قد تكون محادثات والتذاذ بسماع الصوت، وقد تكون الزنا، وقد تكون الضم والقبلة، وقد هي مستويات وتحقق عناوين محرمة. النظرة تكلمنا عنها في أبحاث سابقة، اللمس المحرم تكلمنا عنه، الاستماع للصوت بطريقة مثيرة تكلمنا عنه، قضية الزنا تكلمنا عنه. فإذا هي في الحقيقة تواصل وعلاقة ينطبق عليها أحد المحرمات الشرعية، فهي مندرجة في المحرمات التي نتكلم عنها. تكلمنا عن النظرة، إذا نظر لغير زوجته نظرة محرمة، هذه اليوم تسمى خيانة زوجية، ونحن نقول نظر محرم. إذا قبل نقول قبل امرأة لا تحل، إذا فاكه، فاكه يعني مازح، لا يجوز مازح امرأة أجنبية، وهكذا. فإذا الخيانة الزوجية هي عبارة عن قيام أحد الزوجين بمخالفة لأحكام العفة الملزمة الواجبة، وبالتالي هو عصى وخان نفسه، ولأنه لا علاقة زوجية مع آخر، عدة في عرف اليوم تمثل خيانة لشريك حياته، لأنه خرج بغريزته في خارج ما أحله الله. والله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ مادحا المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون. حافظ فرجه ما يتعده، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لا يلام في تفريغ شهوات على مستوى التداد صوتي أو لمس أو قبل أو جماع أو كل الممارسات إذا كانت مع زوجة أو ملك اليمين، ما وراء ذلك لا يجوز. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون، تعدى الحدود وخالف الضوابط وتجاوز القانون وخالف الحكم الشرعي. هنا تكون
بمصطلح اليوم خيانة، وهي بالمصطلح الفقهي كل خيانة تندرج تحت باب من أبواب المعاصي. نعم، أحسنتم سماحة الشيخ. إذن الخيانة الزوجية هي أمر ممجوج ومستقبح يعني عقلا ووجدانا، إذن ما هي الأسباب التي تدعو أحد الزوجين من ذوي أصحاب النفوس الضعيفة إلى القيام بهذه الخيانة الزوجية؟ ما هي الأسباب إلى ذلك وهم محصنين بطبيعة الحال؟ نعم، طبعا أنا لابد أن أقف طويلا مع هذا، لأن اليوم للأسف تكثر الشكاوى في كل البلدان، كثير من المشاكل الأسرية حينما يراجعون من يساعدهم في حلحلة المشكلة يكتشف أن الخيانات على مستويات متفاوتة، قد تكون مستوى داني وقد تكون عالي، لها حضور في المشاكل الأسرية. لا نريد أن نقول أن هناك انحراف وظاهرة، لكن الشيء إذا بدأ يجب أن يحارب من بدايته. لا نريد أن نسمح لها أن تتحول إلى ظواهر، ونحن موعودون بانحراف المجتمع، موعودون كإخبار غيبي، يعني الجاهلية الأولى إن هناك جاهلية ثانية. إذا تكلم الإسلام عن اكتفاء الرجل بالرجل، المرأة بالمرأة، النساء بالنساء في آخر الزمان، إذن هناك انفلات على مستوى الغريزة وهناك تجاوز لأحكام العفة. فنحن لا يبرر علمنا الغيبي الناتج من إخبار المعصوم أن نترك وظيفتنا في الإصلاح وفي مكافحة هذا الانحراف وفي تأخير حصوله. لا يكون في زمني أنا محاسب على التراخي وعلى عدم الجد في مكافحة هذا الأمر. سألت عن الأسباب، أنا طبعا أقول لا يوجد أسباب ولا مبررات ولا عوامل. إذن ماذا سوف تتكلم؟ سأتكلم عما ادعى البعض أنه مبرر. عندنا مسألة نكررها في هذه الأبحاث أعيدها الليلة، الإسلام افترض وجود حالة اضطرار لأكل الميتة، لأن غريزة الأكل لابد أن تتحرك، كنت مشغول البال أو مرتاح البال، كنت في أمر ضروري أو لا، يصبر عليك بطنك ثم لا يقبل أن يصبر. فتصور الإسلام أن يضطر إنسان فقير إلى سرقة أو إلى أكل ميتة، إلى أكل الحرام. لكن في باب الغريزة الجنسية ما تصور الإسلام أن واحد مضطر، وهذا يدعو إلى التفكر والتأمل. لماذا؟ لأن الإسلام يعلم بأن غريزة الجنس هذه تقوى وتشتد وتهيمن لمن أعطاها موقعا من قلبه ونفسه واشتغل بالتفكير فيها، وإذا تشاغل عنها سكتت عنه. والتفريغ الطبيعي يحصل حتى في النوم بالاحتلام أو غيره، فإذا هي يمكن أن تفرغ بلا اختيار، وأمر آخر أنها تخبو وتضعف ويمكن السيطرة عليها حينما لا نشتغل بها. لهذا لو يجي واحد يقول والله أنا زنيت مضطر، والإسلام ما فيه شيء مضطر، أنت يمكن تصبر، ما أقدر أصبر، لو أنت يا الناس ويكتشفونك تزني تسويها تقول لا، إذا تقدر تصبر. فهذه الغريزة يمكن الصبر عليها، لكن بشروط، بخلق أجواء عدم إثارة. إذا أنا أطالع ما لا يجوز، إذا أنا مع الشباب في كلام كله فحش وتخيلات ومشاكل ذلك، إذا أنا ما أدري، إذا جيت للنوم، إذا جيت لوحدي أفكر، يمكن حينئذ أن أنهزم أمام الغريزة. فإذا نحن لا نتكلم عن أسباب، لأن قد يكون المشاهد يقول ما شاء الله أنا أقدر أسوي خيانة، أنا سمعت الشيخ اللي في المعارف يقول هذا سبب من أسباب الخيانة، أنا هذا السبب موجود فيه فيصير أخون. لا لا، هذه ليست أسبابا، هذه نوع من الأمور التي برر بعض الخائنين خيانتهم، بعض العاصين معصيتهم، لكن هذه العذر غير مقبول. ولهذا أنا أحتاج أكرر كل نقطة أقول قيل هذا مبرر وليس مبرر، حتى لو دخل واحد من المشاهدين وجودا على الخط وسمع يعرف أن هذا ليس مبررا صالحا للتبرير. الذي قيل أنه تبرير رقم واحد وهو غير مبرر هو وجود تصدع في الأسرة،
ولوم وعتاب، وبالتالي ما في إشباع للحقوق والحاجات. الزوج يريد أن يستمتع بزوجته تتهرب منه، لا يوجد مشاكل بينهما، أو هي تريد هو يفر وينام في المجلس ولا ينام معها، أو بعض الأحيان حاجات غير جنسية، حاجة عاطفية نفسية، المرأة تحب زوج يتكلم إياها يمدحها يثنى على جمالها، كل هذا مو موجود. يوم من الأيام حصلت شخص آخر، زميل دراسة، عمل، جار، أخو زوج، كلام جميل، أول مرة تجد من يشبع حاجتها النفسية. هذا البعض يبرر به، وليس تبريرا يسقط الإثم ويكون الإنسان معذورا، لكن هذا حاضر. أكثر من تجد عندهم خيانة يقول هي تقول هو لم يعطيني حقي، هي أو هو يطالب بحقه فلا يحصل، فيرتكبان أو أحدهما هذا الأمر. لهذا نقول من أراد أن تصبح له زوجته عفيفة، ومن أرادت أن يصبح لها زوجها عفيفا، فلتراعي حاجته. يعني إذا يجي رواية عن إمامنا الكاظم عليه السلام أنه خضب لحيته، فتعجب الراوي وقال اختضبت، قال بلى ذلك أعف للنساء. يعني زوجة إذا هي شابة وأنا كبير في السن، إذا وجدتني يعني أختضب وأكون نشيطا وكالشباب، لا تفكر أن تنظر لغيري. أما إذا وجدتني قد بدت علي علامات العجز، قد تنظر لشاب أو لشخص آخر. فإذا أكو نوع من المسؤولية علي في بعض أفعالي لتصبح زوجتي عفيفة. والزوجة إذا عطلت نفسها لا تتزين لا تتجمل لزوجها، قد ينظر إلى جميلة معه في العمل فيقع في الخطأ. فأنت وأنت لكي تعف الآخر عليك أن تنظر حاجاتك وحاجات الآخر، فتطالب بحاجاتك لتشبع، وتعطي الآخر حاجاته ليشبع. يستحي الزوج، تستحي الزوجة أن تقول ما تحتاج. إلى متى؟ اكتبي له أن هذا شيء يريحني، هذا شيء يزعجني، اكتب لها على أساس كل يسعى لإشباع الآخر. هذا رقم واحد. نعم. الأمر الثاني قد يكون السبب الذي يتذرع به البعض وهو لا يرقى إلى حد العذر الشرعي، هو عدم الاقتناع بالآخر. وهذا يحصل في بعض المجتمعات، يقول لي أنت بتعمك إلك، ليش؟ إحنا كذي أعرافنا، والد العم يتزوج بتعمه، تروح تأخذ الغريبة وعمك عنده بيت، ما يصير. وبعض الأحيان هو نفسه تقدم وما عجبته، قال أخافك تنكسر البنت، أقول ما صار نصيب، باخذها إن شاء الله مع الوقت. بعدين يجد نفسه وين ما يروح مو كلهم أجمل من زوجته، فالشيطان يستغل هذا الأمر وقد ينفذ إلى قلبه لأخذه إلى المعصية. هي الزوجة كذلك، بعض الأحيان ما يشبع عينها زوجها، يعني ما جاء زمننا غير زمن الأول، الأول ما ترى إلا زوجها، اليوم ترى زملائها في الجامعة والمسلسلات تخلق لها فارس أحلام مو موجود في الكرة الأرضية إلا في التمثيل، ومع ذلك هي تقتنع وتشكل لها صورة، بعد ذلك ما تقتنع بالزوج. فالآن أنا لا أريد أن أبالغ في النقطة، لكن أقول في بعض الأحيان يحصل تسرع في الزواج أو يحصل انكشاف لحقيقة آخر بعد الزواج، فلا يقتنع أحد الطرفين بالآخر ويجد فارس أحلامه أو فارسة أحلامه في طرف آخر، فينفذ الشيطان ويأخذه إلى الخيانة. هذا أيضا مبرر يذكره بعض من أوقع نفسه في المعصية. مبرر ثالث، بعض المفاهيم الجاهلية، الخطأ. مثلا يجيك رجل يقول أنا أبقى على زوجتي هذا معناه أخاف منها. أخاف؟ أنا ما أخاف، ولا بفراسي بسوي. تقول لي بس أنت يعني يكون عندك زوجة، قال هذا اللي يكتفي بزوجته إنسان ضعيف. هذا مفاهيم شيطانية وجاهلية،
وتأخذه إلى أن يتعدى ويظلم نفسه قبل زوجته ويرتكب ما يوقعه في سخط ربه. هذا ليس منطقا، لكن للأسف حتى بعض الدراسات تذكر هذا المبرر الذي يبرر به بعض الناس. البعض يقول أنا لو أقعد على زوجتي يعني أشبع الغريزة في البيت الزوجي بتحمل وجهال ومسؤولية، خلني أروح لذلك باعات الهواء ليلة وخلاص، لا ولد لا متاعب لا التزام لا كذا. فالبعض أيضا يريد أن يتخلص من مسؤولية ما بعد إشباع الغريزة كمجيء ولد بأن يفتش عما لا يتحمل معه المسؤولية. بعض الأحيان فضول، شباب يقول لي جرعوا تعال عد والنسيان، قرين السوء. القرآن قال الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو. تنكشف حقيقة الصديق، يتضح أنه مو صديق، عدو، أخذني إلى ما يدمر آخرتي. فهناك بعض الناس أصدقائهم ما كان يخطر في البال يزني، ما كان يخطر في البال يسوي علاقات مع بنات، وهو متزوج، هو قبل لا يتزوج ما سواها. لكن من ماشى هؤلاء؟ هؤلاء قرناء السوء وأصدقاء الشر. قالوا لي أنت تعال جرب وش يضرك مرة، واخذوه إلى المستنقع. هذا أيضا قد يحصل. وحتى البنات، البعض يقول أنا فسدت علي زوجتي واختربت لما ماشت فلانة وفلانة وأخذوها إلى أخطاء. يقول لي أنت قاعد على هالزوج اللي كله يهينش وكل شيء، تعالي، وأخذوها إلى الحرام. لهذا نحن نحتاج إلى أن ندقق في العلاقات قبل أن يجرنا ذلك إلى ما لا يرضي الله. إذا في مجال نتكلم عن بقية المبررات، إذا ما في مجال نرجئها إلى حلقة قادمة. نعم، أحسنتم سماحة الشيخ، حقيقة الوقت انتهى كما يشير المخرج. إن شاء الله في الحلقات القادمة نتناول ما تبقى من أسباب أو مبررات غير مقنعة حقيقة يخلقها بعض ضعاف النفوس من أجل أن يوقعوا أنفسهم في الرذيلة. في نهاية هذه الحلقة تقدم لكم سماحة الشيخ بجزيل الشكر والامتنان على ما قدمتموه، وإن شاء الله نلتقي معكم في حلقات قادمة. أعزائي المشاهدين، كذلك لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.